كبرنا في حوم، كنا ما عندناش معارف، عندنا كان ربي سبحانه واحد يمن بروحه بموهبته. ان شاء الله يا ربي ديما نعمل حاجه اللي تحترم الناس اللي تفرجوا فيها، اللي تحترم اذواقهم. تبداو في التكريمات تما توا فرحان برشا بيجيب حدايا. بيان سور حاجه تفرح على الاخر، سورتو كما قلت اليوم فما فاك جديده، فما وجوه جدد، فما ناس قاعده تخدم، فما ميساجات ينجموا يتعداو ديريكتومون لبرشا شباب في تونس. راهو فما كنا طلعنا من المدرسه العموميه، كنا قرينا قرايه عاديه، كنا كبرنا في حوم، كنا ما عندناش معارف، عندنا كان ربي سبحانه واحد يمن بروحه بموهبته. دونك نحب نقول من الكلام هذايا ان شاء الله الناس اللي يشوفوا اللي يوصل لهم الفيديو هذايا يعرفوا اللي كي تامن بروحك راك تنجم توصل، تنجم توصل لبعيد. الحاجه اللي تفرحني برشا اللي كي نتقابلوا اليوم الكل هاك تشوف اعلاميين فنانين ممثلين كلنا اصحاب نسلموا على بعضنا. العلاقه ظهر لي اليوم فاتت ما عادش علاقه تاع خدمه برك اللي انا راهم ديزانفيتي ولا هما يراوني كبلاتفورم باش يتعداو فيها، لا اليوم اصحاب ولينا عشره وهذه الحاجه الباهيه وهذه الحاجه اللي تفرح. هذا مش اول تكريم ليا والحمد لله، يعني كتاكس ديما نكونوا موجودين فيها، لكن هذا اول تكريم البرنامج الجديد. انا كان عندي برنامج الدوامه، اليوم نتكرموا بالدوامه بلوس، وهو تكريم مش لي انا برك، هو تكريم الفريق كامل معايا، يعني باش ما ننسى حتى حد نحب نسلم عليهم الكل وعلى راسهم فريق الاعداد ايه بالغايب طارق حناشي، باش ما ننساش الناس الكل خدمه كبيره يخدموا فيها. دونك ان شاء الله يا ربي ديما نتقابلوا في التكريمات وديما نعملوا مع بعضنا حوارات. الحمد لله الحمد لله، ما دام الساحه تتسع للجميع نجموا نكونوا فيها، باش نزيدك حاجات اخرين، تشوفني على قريب في المسرح، تشوفني على قريب في فيلم، تشوفني على قريب في السينما، ان شاء الله ربي يوفقنا في كل شيء وان شاء الله ربي يبارك. نوعد ونقول هنا وعد الحر يدين، اذا واحد قال كلمه لازم يكون قدها، ان شاء الله يا ربي ديما نعمل حاجه اللي تحترم الناس اللي تفرجوا فيها، اللي تحترم اذواقهم، اللي تحترم العائله، اللي تحترم لي نوسيون اللي نعيشوا بهم نحن، اللي كبرنا عليهم نحن. انا عندي مقياس، اول زوز مستمعين واول زوز متفرجين امي وبابا. يعني ان شاء الله ديما نعمل حاجه اللي تخليهم يكونوا فخورين بولدهم، ما يكونوش حاشمين بولدهم، واي عائله تونسيه نجم تشوف راحه فيها ان شاء الله.